وعبر الهاتف معانا كابتن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش. يا صباح الفل والخير والفوز اكيد، ويعني كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا النهارده في صباح اون تايم. صباح الخير يا أستاذة شيماء، وأهلا وسهلا بحضرتك، ودايما متألقة ومتميزة ومنورة قنواتنا المتميزة قنوات الله يخليك إنسان يا سبورت. كابتن، ده من ذوق حضرتك، وألف كل مبروك سنة على وكل الفوز المستحق. مشاهديكي وكل مشاهدي أون تايم سبورت بخير وطيبين يا رب العالمين. وحضرتك طيب وبخير وبصحة وبسلامة، وألف مبروك على الفوز امبارح، فوز مستحق برغم زي ما اتكلمنا ندرة الأهداف فيه، ولكن كان طلائع الجيش قدر ان هو يزود الأهداف اكتر من كده بكتير، برغم ان هو طبعا ضيع يعني أهداف بالجملة قصاد مرمى علي لطفي الحارس مرمى فريق زد، ولكن لعب ونتيجة اكيد استحق فريق طلائع الجيش بقيادة حضرتك الفوز امبارح. كلمني عن مباراة امبارح، كواليس مباراة امبارح، وطموحات حضرتك فيما هو قادم ان شاء الله في دوري نايل للنسخة الحالية. أولا بشكر حضرتك جدا جدا على كلامك الطيب، وبقول الحمد لله والشكر لله، مبروك لنادي طلائع الجيش، مجلس إدارته وجهازه الفني وإدارته والجهاز الإداري والطبي واللاعبين. مباراة كبيرة جدا جدا باللاعب منافس قمة في الاحترام وقمة في القوة، صحيح، وعنده مدير فني على أعلى مستوى الكابتن مجدي عبد العاطي، بيقدمه السنة دي في الدوري المصري مردود فني كبير جدا وعالي، فاستعدنا لهم استعداد كبير، وخاصة ان احنا كمان في المباراة اللي قبلها بذلنا مجهود كبير جدا جدا وعملنا مباراة كبيرة ولم نوفق، صحيح، فكنا في امس الحاجة للفوز بالامس، ويمكن ده اللي الحمد لله والشكر لله سعنا له من اول دقيقة لغاية اخر دقيقة في اللقاء. يمكن وصلنا لمرمى زد، وانا باكد ان دي ممكن تكون اصعب مباراة لزد قابلها طوال الموسم، لأن زيد قابل فرق كبيرة جدا وقدم مردود كبير جدا، بس احنا من بداية اللقاء ما اداناش فرصة. يمكن وصلنا لمرمى زيد زي ما حضرتك ذكرت كتير جدا، فيه أهداف حسب التسلل وهي تسلل بالفعل، فيه أهداف جت في القوائم والعرض، فيه انفرادات راحت، يعني الحمد لله كل لاعبك بذلوا من الجهد والعرق والتعب الكثير، وعشان كده كانت المكافأة في الوقت الأخير ده بتبقى مكافأة حضرتك يا أستاذة شيمة وقعها بيبقى كبير، يعني الفرحة صحيح، بتاعتها بتبقى كبيرة لأن أنت بذلتي كل مجهود وكل تعب وقدمتي في خلال الوقت الأصلي والإضافي مجهود كبير جدا. أنا طبعا كنت ما أقدرش ألوم لعيبتي على 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 أي نتيجة لو كانت حصلت غير كده، صحيح، لأن اللعيبة قدمت وبذلت مجهود والحمد لله ربنا كلم تعبنا بالفوز في الوقت القاتل، صحيح، الحمد لله، وبتمنى إن شاء الله بإذن الله لفريق طلائع الجيش التوفيق والتقدم في كل ما هو قادم إن شاء الله. صحيح ان شاء الله. طيب حضرتك يا كابتن عبد الحميد، انهيت الثلث الاولاني من دوري النايل وانت موجود في المربع الذهبي في المركز الرابع في ترتيب الجدول، يعني انا عارفه ان في لسه انديه ما لعبتش كل مبارياتها، ولكن ده مركز اكيد مشجع جدا ان انت تكمل على نفس الطريقه دي على نفس المنوال ده فيما هو قادم، اكيد ده بيكون محتاج تدعيمات ومحتاج صفقات، ناوي تعمل ايه في الميركاتو الشتوي اللي احنا خلاص داخلين عليه؟ والله كلام حضرتك سليم مليون المية. يمكن أنا عايز أقول لحضرتك لو قارنا نتائج طلائع الجيش بالموسم ده بالموسم الماضي هنلاقي إن في خلال الدور الأول بالكامل في الدور الأول لطلائع الجيش الموسم الماضي أحرز 15 نقطة، إحنا النهاردة في 11 مباراة عندنا 17 نقطة، ودي بداية متميزة وجيدة جدا لنادي طلائع الجيش. عندنا لعيبة كمان يا أستاذة شيماء لسه إلى الآن ما لعبتش معانا، الاصابات يعني طالتها خدت منها فتره طويله، زي محمد حمدي زكي، زي احمد الشيخ، وكريم طارق بعيد عننا بقى لفتره، فان شاء الله برجوع اللعيبه دي مع بعض التدعيمات البسيطه، لان الحمد لله والشكر لله فرقه طلائع عملناها الموسم ده على اكمل وجه بحيث ان يكون في 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 المكان واحد واثنين وثلاثه متميزين وعلى نفس المستوى، فتدعيماتنا مش هتبقى اكتر من واحد او اثنين نسد بيها الاحتياجات. في اي مراكز يا كابتن؟ في مركز راس الحربه احنا محتاجين مهاجم مع جودوين شيكا ومع بول يبقى موجود معانا، لان محمد حمدي يقدر يلعب عندنا تسعه، صحيح، ويقدر يلعب على الاطراف كويس قوي، فيبقى عندنا قوه هجوميه كبيره. عندنا في الباك الشمال ممكن نستعين بحد في الباك الشمال، لان احنا ما عندناش غير احمد متعب، وبنحط بعديه
اسلام القلبي في بعض الاوقات ويحط اسلام محارب في بعض الاوقات، فعشان هم ما بيقدروش مش مكانهم الاصلي ده. عشان كده ان شاء الله باذن الله ممكن يكون بس هي تباماتنا هتبقى في الحدود الاماكن دي فقط. صحيح. المكانين دول يا كابتن عبد الحميد يمكن ازمه في كل الفرق اللي بتلعب في دوري النايل، 95% منهم عندهم برضو نقص في المكانين دول، سواء مركز الفرود او الباك الشمال، شايف ده سببه ايه؟ والله يمكن ندره الهدافين اللي احنا مسببنا. صدقيني احنا بنبذل مجهود كبير جدا جدا، لو حضرتك تابعتينا يا استاذه شيماء، ويمكن حضرتك طبعا يعني متابعه كل الشيء في الرياضه عموما كره القدم بالاخص، هتشوف ان احنا بنوصل للمرمى كتير جدا جدا، وبنسجل اهداف مش على مستوى الوصول. فبالتالي بتبقى انت محتاجه دعم ومحتاجه حد يترجم لك كل التعب ده. صحيح. يستغل انصاف الفرص. يستغل انصاف الفرص، وده للامانه مش موجود بكثره في الدوري المصري، مش متاح. عشان كده احنا بندور في لعيبه مثلا محترفه، يكونوا افارقه، يكونوا اجانب، لان طبعا كل لعيب مميز في مكان اكيد اكيد النادي مش هيفرط فيه، فهيبقى تداماتنا بنشوف كده مين اللي يقدر يسد لنا المكان ده. وزي ما حضرتك قلتي هو ازمه كبيره في الكره المصريه. بالنسبه للباك الشمال فعلا زي ما حضرتك ذكرتي ان في ازمه كبيره جدا، عشان كده بقول لحضرتك بندور وبنحاول بحيث ان احنا يبقى اللعيب اللي موجود على نفس مستوى الاساسي، عشان لو غاب عندي لاي ظرف من الظروف، انذارات لا قدر الله، اي اصابه، اي شيء، يكون عندي البديل الجيد اللي يقدر يسد المكان، لان الاماكن دي مهم جدا جدا ان يكون اللعيبه اللي بتشتغل فيها على اعلى مستوى، سواء المهاجم لازم يكون هداف كويس يستغل انصاف الفرص، الباك الشمال لان الشغل كله في الفتره اللي فاتت كل الناس بتستغل اطراف الملعب عشان توصل لفرق ومرمى المنافسين، فبالتالي اماكن حيويه ومحتاجه اللي يجي فيها يكون الاختيار بتاعنا يكون كويس بحيث ان احنا صحيح بالتعاقدات. صحيح. كابتن عبد الحميد سريعا نروح لمنتخبنا الوطني الاول اللي خلاص داخل على يعني بطوله في غايه الاهميه، بطوله يعني قدر منتخبنا ان هو يحققها 7 مرات قبل كده، وهي بطوله الامم الافريقيه. اكيد اكيد الكل قاعد ومستني ان يقدر منتخبنا في النسخه الحاليه من الافكون او الكان ان هو يقدر يعني يكون من نصيبه اللقب اللي غايب عننا بقاله كتير جدا، دايما بنوصل للنهائي، يمكن في اخر 3 نسخ وصلنا مرتين لان نهائي، ولكن ما قدرناش ان احنا يعني نقتنص اللقب ده لصالحنا زي ما الكل كان بيتمنى. شايف مجموعتنا ازاي؟ شايف اختيارات كمان المدير الفني روي فيتوريا للقائمه اللي ضمها بالفعل عشان تخوض المنافسات، منافسات نهائي بطوله الكان في كوت ديفوار، عامله ازاي؟ وتوقعات حضرتك احنا ممكن نوصل لغايه فين؟ يمكن حضرتك هو خلاص تم الاختيار بالفعل لمجموعه اللعيبه اللي بعتت القائمه بيهم، فكل التوفيق ليهم مع مدربهم الفني، وكلنا كل مصر كلها بمختلف انتماءاتها في ظهرهم، وثقتنا فيهم كبيره، وان شاء الله باذن الله يحققوا لنا لقب هو غايب عننا بقاله فتره، ووحشنا وحشنا لان احنا مش متعودين ان نغيب عن صداره افريقيا المده دي كلها. فانا بس من خلال حضرتك بقدم لهم رساله ان ثقتنا فيهم بدون حدود، انهم يروحوا هم واثقين في الله سبحانه وتعالى وفي امكانياتهم، انهم اسم كبير في القاره الافريقيه ولاعيبه على اعلى مستوى. احنا عندنا يعني لاعيبه في الجيل اللي موجود من اعظم اللاعيبه اللي موجوده على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي، عايزهم يروحوا كلهم ثقه في الله وفي انفسهم انهم رايحين يحققوا لنا بطوله. انا مش رايح اوصل للنهائي او ان انا اروح العب او 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 وادي زي ما كنا بنادي في فتره من الفترات مراكز شرفيه، لا، انا عندي من الامكانيه ان انا اقتنص البطوله، فبتمنى لهم التوفيق، وبقول لهم كلنا كمصريين معاكم وقلوبنا معاكم ودعواتنا كلنا معاكم، وان شاء الله باذن الله تروحوا البطوله وترجعوا لنا ان شاء الله باذن الله كسبانين بطوله هي وحشتنا، علشان نفضل لنا دايما صداره افريقيا في كل المحافل. اما على مستوى المجموعه ان شاء الله باذن الله انا بتوقع باذن الله لمنتخبنا الوطني انه يتصدر المجموعه ان شاء الله ويتاهل للادوار اللي بعد كده، وان شاء الله نشوف منتخبنا باذن الله في المباراه النهائيه، لان منتخب مصر قادر بالعناصر المتميزه اللي موجوده في صفوف منتخبنا،
قادر على ان هو مش يوصل للنهائي، انه كمان زي ما قلت لحضرتك يقتنص البطوله ويرجع لنا بيها ان شاء الله. احنا ثقتنا فيهم كبيره واملنا فيهم كبير، وان شاء الله باذن الله يكونوا على قد الثقه وعلى قد التعب الكبير اللي مصر كلها هتبقى موجوده فيه في الفتره دي، كلنا ورا المنتخب وكلنا في بحره وكلنا معاه، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله يرجع لنا منتخبنا الوطني متوج من كوت ديفوار باذن الله باذن الله باذن الله. بشكرك جدا كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، كل سنه وحضرتك طيب، واشكرك جدا على وقتك وعلى وجودك معنا.